عميدو كريم، برحب بيك وبشكرك على وقتك وعلى مشاركتك معنا في السادسة، أهلا وسهلا. Thank you very much. شكرا، شكرا جزيلا لكم. يعني بداية خليني أخد رأيك في مستوى المباراة اللي جمعت ما بين سيراليون وبين المنتخب المصري، وانطباعاتك عن تجربة المنتخب المصري مع روي فيتوريا، ازاي شفت المنتخب، ازاي حضرت له، وايه النتيجة اللي كنت بتسعى لتحقيقها، ورأيك في النتيجة اللي انتهت بيها المباراة. شكرا جزيلا. قدمتوا عرض قوي قدام المنتخب المصري، ايه النتيجه اللي انت كنت بتسعى لتحقيقها، ورايك في نسخه المنتخب المصري تحت قياده روي فيتوريا المدرب البرتغالي او المدير الفني البرتغالي؟ أدينا مباراة كبيرة بالنسبة لي، أعتقد أن هذا أفضل ما لدينا كفريق وطني. فاللعب أمام مصر ليس سهلا، أعتقد أننا أن فرصنا تساوت. نعم، لدينا يوجد نجوم في المنتخب المصري، ولكن المباراة كانت جيدة واستطعنا أن نترك انطباعا جيدا. من وجهة نظرك بعد متابعة الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم، إزاي بتشوف المنتخب الأقرب للحصول على تذكرة التأهل لنسخة كأس العالم 2026؟ فيما أراه هو أقول أن الجميع لديه الفرص الآن، الجميع يتقاتل للوصول لكأس العالم، يوجد 8 مباريات حتى قادمة. مباراتنا ضد مصر كانت جيدة كما قلت، نحن نعمل، ولكن أعتقد أن مصر فازت ب3 نقاط، ولكن نحن لدينا خططنا، قمنا بالأخطاء، ولكن أعتقد أن وضعنا في المجموعة سيكون جيد، وأعتقد أننا نستطيع أن نعبر. على الورق حسابيا كل الفرق تملك الحظوظ أو تملك الفرصة في التأهل، لكن من وجهة نظرك المنافسة في المجموعة دي هتكون بين ومين؟ مين من المنتخبات شايف أنه عنده القدرة أنه ينافس حقيقي على بطاقة التأهل؟ أستطيع أن أقول أن سيراليون ومصر هما أبرز المنتخبات المرشحة. مصر لديها فريق قوي جدا، فأستطيع أن أقول أن سيراليون لديها الفرصة لتنافس مصر في هذه المجموعة. هل فاجأتك خطة روي فيتوريا؟ هل كان في مفاجآت من وجهة نظرك وأنت بتحضر وأنت بتدرس؟ وأنا عارف طبعا أنك أنت يعني الكرة المصرية مش بعيد عليك، لأنه كان ليك تجربة احتراف هنا في الدوري المصري ولعبت لأكثر من نادي، منهم جمهورية شبين ومنهم أعتقد السويس في فترة من الفترات، ولعبت قدام الأهلي والزمالك، فأنت مش غريب على الكرة المصرية، لكن هل طريقة فيتوريا أرباكت حساباتك من وجهة نظرك الأسباب اللي أدت لخسارة سيراليون؟ لا، لم يفاجئني، لأني كما قلت أنا على تواصل مع كرة القدم المصرية ولعبت هناك. خطتي لم تنجح، لم أكن موفقا، قمنا ببعض الأخطاء، ولكن له لم يفاجئني. كنت أعلم أن منتخب مصر منتخب قوي، فأعتقد أن خطتي كانت جيدة، ولكن لسوء الحظ لم نوفق أمام منتخب مصر. مين من الجيل ده لفت نظرك؟ يعني طبعا يمكن صلاح صاحب شهرة عالمية، لكن مين لعيبة تانية في منتخب مصر غير محمد صلاح ممكن تكون لفتت نظر أميدو كريم؟ أرى أنكم لديكم لاعبين شباب، مثل لديكم لاعبين مثل عمر مرموش وأيضا تريزيجيه، وأيضا حارس المرمى هو حارس ذو خبرة، حارس جيد محمد الشناوي. أعرف أن مصر بلد بها الكثير من المواهب،
ولديكم لاعبون جيدون بالفعل. بالمناسبة أهم ذكرياتك عن الفترة اللي أنت لعبت فيها هنا في الدوري المصري، وهل ما زلت على تواصل مع زمايلك أو اللعيبة اللي كانت بتلعب معاك في نفس الوقت ده، ولا الصلات أو يعني ارتباطك بيهم انقطع بعد رحيلك عن مصر؟ عديد من الأصدقاء في مصر. خالد جلال، أيمن يونس، مصطفى مشعل، الكثير من الأصدقاء، ولكن من أتذكرهم الآن؟ وخصوصا فريقي أمام الأهلي أتذكرهم جيدا. حين أنا كنت في شبين وأحرزت، وحينما كنت في غزل السويس لعبت أمام الأهلي وأحرزت ضد الأهلي، فأنا أعرف الكرة المصرية جيدا. طيب الحقيقة أنه خليني كمان أشكرك على المستوى المتطور اللي ظهر بيه منتخب سيراليون. أنا شفت منتخب منظم، منتخب بيملك عناصر على أعلى مستوى في كتير من المراكز. إلى أي مدى شايف أنه خلال مشوار التصفيات اللي هيمتد على مدار سنتين، إحنا بنتكلم على مشوار طويل، المنتخب ده قادر يتطور، وإيه الأهداف أو إيه الخطط اللي أنت بتسعى أنك تحققها مع منتخب سيراليون في الفترة اللي جاية؟ شكرا جزيلا لك. في البداية أود أن أتأهل، لأي بطولة. كما ترى أن فريق سيراليون فريق شاب وذو مواهب كثيرة، نحن نريد أن نصل لأبعد نقطة. أكبر حلمي لي أن أتأهل لكأس العالم. هل بتشوف أنه في عناصر في يعني زي ما كان ليك تجربة احتراف في الدوري المصري، هل في الكرة في سيراليون هل شايف أنه في عناصر ممكن أو تصلح للاحتراف في الدوري المصري بشكل خاص، أو حتى في الدوريات العربية بشكل عام؟ بالطبع لدينا العديد من اللاعبين ذو المهارات العالية، كما فعلت أنا من قبل. يستطيع الكثير من اللاعبين الشباب الذهاب لمصر. إذا أتيتم إلى سيراليون ستجدوا الكثير من اللاعبين المناسبين للدوري المصري. أعتقد أننا لدينا الكثير من اللاعبين ذوي المواهب العالية. بعد يمكن أيام شهر، ويعني في بدايات شهر يناير هتبدأ بطولة أمم إفريقيا، ترشيحاتك للمنتخبات اللي من وجهة نظرك طبعا هتكون قريبة من تحقيق اللقب أو هتنافس على لقب بطولة الكان. أستطيع أن أقول أن المغرب قادرة، والسنغال أيضا، ومصر. المغرب والسنغال ومصر الثلاث دول التي ستنافس على اللقب. ومن وجهة نظر أميدو كريم أفضل ثلاث لاعبين في أفريقيا في الوقت الحالي. محمد صلاح وأيضا ساديو ماني، ولدينا أيضا لاعب سنغالي نسيت اسمه. أستطيع أن أقول أنهما أبرز اللاعبين حتى الآن للفوز بأحسن لاعب في أفريقيا. بمناسبة صلاح، وأتمنى أنك أنت يعني توافق على الإجابة على السؤال، بمناسبة محمد صلاح هو يعني واحد من أهم المهاجمين على مستوى العالم وواحد من أهم المهاجمين في الدوري الإنجليزي، إيه التعليمات اللي أنت قلتها للاعيبتك عشان توقف محمد أو يعني تمنع خطورة محمد صلاح في مباراة مصر وسيراليون الأخيرة؟ لا أستطيع أن أمد برنامج تلفزيوني بهذه المعلومات، هذه خطط خاصة بالفريق. بشكرك شكرا جزيلا أميدو كريم. منتخب سيراليون الحقيقة قدم أو ظهر قدام منتخب مصر بشكل أكثر من محترم، وفي كثير من اللعيبة الحقيقة، صحيح جزء كبير من تكوين المنتخب اتأسس في لعيبة اتولدت في أوروبا ولعبت وبدأت مشوارها مع كرة القدم في أوروبا، لكن في النهاية منتخب ورغم خسارته قدام منتخب مصر إلا أن هو يجبرك على احترامه.